تحية طيبة مشاهدينا، وإلى جولة صحفية جديدة من قناة اليوم نطلعكم فيها على أبرز ما تناقلته الصحف العربية والعالمية والإقليمية الصادرة لهذا اليوم. العلاقة بين أنقرة وموسكو باتت على المحك على ضوء التصعيد الجاري في إدلب ومحيطها، وحالة الهستيريا التركية جراء تقدم قوات النظام واقترابه من السيطرة على الطريقين الدوليين M4 و M5 كان له نصيب الأكبر في أروقة الصحف اليوم، كما لاقت صفقة القرن الصدى ذاته في الصحافة، فبعضها تحدث بأنهما كانت لتكون لو أنه قيض لشعوبنا أن تتحرر وأن تحقق سيادتها على أرضها ومواردها ومقدراتها، وهذا ما كان لنظام الملالي في طهران وامتداداته الإقليمية الدور الأبرز في منعه حتى الآن، ما يجعلها الطرف الثالث فعليا في هذه الصفقة. أما بداية جولتنا فستكون سورية، ومن صحيفة أحوال تركيا التي عنونت نذر مواجهة بين تركيا تزيد من رسائلها لروسيا وتحاصر مدينة سراقب السورية. الصحيفة أضافت بأنه بعد أن باتت قوات النظام على وشك السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غرب سوريا، وفيما يبدو بأنه تحد واضح لقوات النظام والروس، صرح الروس بأن المرصد السوري كشف بأن الروس قد صرحوا بأن القوات التركية قامت باستخدام معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات، ونحو 20 جندي إلى مدخل قرية كفر عميم الواقعة شرقية بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفر عميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الظهور سراقب، لتحاصر المدينة بالتالي من ثلاث جهات. يذكر أن هاتين النقطتين تتواجدان على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بM4، ومما سبق يبدو بأن الأتراك يتحدون الروس، حيث هناك إشكالات بين الطرفين وخلافات على نقاط معينة من اتفاقهما حول الطريق الدولي السريع. أما صحيفة العرب اللندنية وعلى ذات المنوال أدرجت تحت عنوان تحدي روسي تركي في إدلب ينذر بقطيعة بينهما، حيث أنه وفي سوريا في تفاصيل ما نقلت الصحيفة بأن العلاقات الروسية التركية تشهد توترا متزايدا بين الطرفين الروسي والتركي في ريف إدلب وحلب، حيث نجح الجيش في السيطرة على أكثر من 50 قرية ومدينة محاصرة في طريق نقاط مراقبة تركية منتشرة في المنطقة، وذلك بموجب اتفاق سوتشي الذي تم إبرامه في العام 2018 والذي بات بحكم المنتهي عمليا، وفي خطوة تعكس تحديات منها أرسلت تركيا الأحد تعزيزات عسكرية وصفت بالأضخم إلى المنطقة، وناهزت 200 شاحنة وآلية عسكرية، وسط أنباء عن استهداف قوات النظام محيط أحد الأرتال التركية في رسالة تحذيرية. صحيفة القدس العربي أكدت ميدانيا بأن النظام السوري يواصل توسيعته في مناطق خفض التصعيد. تحت العنوان أعلاه أضافت الصحيفة بأن قوات النظام تواصل وبدعم من ميليشيات مدعومة إيرانيا وغطاء جوي روسي سيطرتها على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في مناطق خفض التصعيد بمحافظتي إدلب وحلب شمال غرب البلاد، وتستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري من جهة والمعارضة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام من جهة أخرى في مناطق جنوبي شرقي إدلب وغرب جنوب حلب. الملف السوري حاز اهتمام بعض الكتاب والصحفيين أيضا، فالكاتبة مرح بقاعي كتبت في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان السوريون لزوم ما يلزم، كما وأشارت إلى أن التوافقات بين موسكو وواشنطن ما زالت قيد الأخذ والرد قياسا على ما يحققه الطرفان من مكاسب أو يتكبدانه من إخفاقات ميدانية كانت أم سياسية. لنتابع.
قضى ما يقارب العقد من الزمن على خروج الشعب السوري في عام 2011 مطالباً بالانتقال السلمي لسلطة لا سيد فيها إلى الإنسان السوري، ولا إرادة ترتفع إلى إرادته الوطنية في استقلال قراره وضمان حريته وكرامته الإنسانية. ذاك الخروج الأعزل والكبير أوقعه فريسة شتى أنواع العنف على الأيدي السوداء لفريق الاستبداد القابع في دمشق، كما تناوله حقد الميليشيات الطائفية النصيرة للسلطة بألوان الأذى والإرهاب والتهجير المبرمج كافة، ودمرت سيادته مطامع الدول المتداخلة الباحثة عن مصالحها الجيوسياسية على الأرض السورية. من حتمية الواجب الوطني اليوم أن يجتمع السوريون على إعادة كتابة عقدهم الاجتماعي ليستعيد السوريون مرجعية هويتهم التي بدأت تتمزق بين موال ومعارض ورمادي، وهكذا المعنى الجوهري في كونهم مواطنين لوطن واحد بعد أن عاقروا كأس الافتراق الزعاف في حرب جائرة فرضت عليهم. السوريون بأمس الحاجة لعهد جديد يجتمعون عليه ينبني على تفاهمات ما بعد ثورة كبرى خرجت على أشكال الاستبداد والاحتكار والتسلط الطائفي كافة، عهد لبناء مجتمع جديد يحتفي بالآخر المختلف ويعترف بالحقوق القومية المستحقة لمكوناته كافة، ويفخر بلغات أبناء تلك المكونات وثقافاتهم. مجتمع جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والليبرالية الثقافية التي تشبه هويتنا ولا تتشبه بالهويات المستوردة، والديمقراطية التي تتساوى فيها الفرص فتخلق بيئة ملائمة للتنمية ومواصلة الدور الحضاري التاريخي الذي عرف به الشعب السوري العريق. أما التوافقات بين اللاعبين الأعظمين موسكو وواشنطن فما زالت قيد الأخذ والرد قياساً على ما يحققه الطرفان من مكاسب أو يتكبدانه من إخفاقات ميدانية كانت أم سياسية، هي العصا المعطلة لعجلة المسار السياسي الذي يسير أصلاً بقدم واحدة. ما يلزم السوريين اليوم بتصرف وقفة جادة واستدراكية تراجع ما مضى وتستحضر منه الدروس وتراقب الحاضر وتتفهم حيثياته لتؤثر فيه. والآن إلى الشأن العراقي. عراقيا وإلى صحيفة العرب اللندنية والتي عنونت التي أكدت بأن هناك رفض مطلق لتكليف علاوي وهذا ما يرفع منسوب الغضب الشعبي. أما في تفاصيل ما نقلته الصحيفة بأن الاحتجاجات تتواصل في الشارع العراقي المنتفض ضد تكليف رئيس وزراء من داخل المنظومة السياسية السابقة، حيث لم يفلح تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء في تهدئة الحراك الشعبي مع تصعيد المتظاهرين ضد أو احتجاجاتهم ضد تكليف تشكيل الحكومة الانتقالية خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وشهدت مدن جنوبي العراق الأحد احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة رفضا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، والذي يؤكد بأنه مستقيل تشكيل الحكومة العراقية. وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي. أما الشرق الأوسط فذكرت أن مسيرات ترفض تكليف علاوي والصدر يصعد ضد الحراك، حيث خرج آلاف العراقيين في مسيرات خاشدة بالعاصمة بغداد ومدن أخرى أمس رافضين تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك نظرا لعدم مطابقته المواصفات التي حددها مسبقا قادة الحراك الشعبي، ومنها ألا يكون شخصية جدلية، وألا يتجاوز عمره 55 عاما، وألا يحمل جنسية مزدوجة، وأن يكون مستقلا، ولم يسبق له أن يتسلم أو تسلم أي منصب وزاري. وامتلأت ساحة التحرير وسط العاصمة بحشود رددت هتاف يا توفيق هذا الشعب لا يريدك، فيما حمل بعض المتظاهرين صورا لعلاوي رسمت على وجهه إشارات إكس باللون الأحمر.
عراقيا أيضا ذكر الكاتب فاروق يوسف في مقال له تحت عنوان دولة من غير شعب، شعب من غير دولة. الكاتب نوه إلى أنه عبر أكثر من 3 أشهر من القتل كان المحتجون يواجهون الرصاص بصدور عارية من غير أن يسمعوا أن هناك جهة دولية تتعاطف معهم وتدافع عنهم وتسعى إلى تأمين الحماية لهم. لنتابع. ليست الأزمة العراقية في طريقها إلى الحل، إنها في حالة انسداد كلي، فهي ليست قضية محلية طرفها شعب غاضب وأحزاب مغتصبة للسلطة فحسب، بل هي أيضا قضية تتشابك وتتقاطع فيها مصالح دولتين، الواحدة أسوأ من الأخرى بالنسبة إلى العراقيين، هما الولايات المتحدة وإيران. ما من أحد يحاور أحدا في العراق. المحتجون لا ينتظرون من الأحزاب أن تتخلى عن السلطة، بل إنهم ينظرون بيأس إلى ما يمكن أن تتقدم به تلك الأحزاب من حلول لأزمة قد تؤدي إلى سقوط سلطتها وانقضاء امتيازاتها في أي لحظة يتبدل فيها المزاج العالمي. عبر أكثر من 3 أشهر من القتل كان المحتجون يواجهون الرصاص بصدور عارية من غير أن يسمعوا أن هناك جهة دولية تتعاطف معهم وتدافع عنهم وتسعى إلى توفير الحماية لهم. في موازاة حراكهم السلمي كان هناك صراع بين إيران والولايات المتحدة يعبر عن رغبة الطرفين في أن تكون له اليد العليا في هذا البلد. مظهريا يبدو ذلك الصراع كما لو أنه لا علاقة له بالصراع الداخلي، غير أن ذلك ليس صحيحا. فلو أن الولايات المتحدة تخلت فعليا عن وجودها العسكري في العراق، فإن ذلك معناه أنها سلمت البلد نهائيا لإيران. فما لم تحسم الولايات المتحدة موقفها فإن المشهد العراقي سيظل منقسما، دولة من غير شعب وشعب من غير دولة، وهو ما يعني أن الأحزاب ستظل تتمتع بهيمنتها على ثروة العراق التي سيبقى الشعب محروما منها، وهو ما يمكن أن يقود إلى المزيد من الانهيارات الأمنية. علاقة غامضة إن تمكنت الولايات المتحدة من التعرف على أسرارها فإنها ستكون قادرة على هزيمة إيران في العراق. في انتظار ذلك سيكون على الشعب العراقي أن يدفع ثمن الغباء البيروقراطي الأمريكي. والآن إلى الشأن الإيراني. إيرانيا نقلت صحيفة القدس العربي عن إيران القول بأنه السعودية منعت إيران من المشاركة في اجتماع جدة بشأن صفقة القرن، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي يوم الأحد إن السعودية منعت وفد إيران من المشاركة في اجتماع لبحث صفقة القرن في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة. وقال عباس موسوي إن إيران تلقت دعوة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها عضوا فاعلا في المنظمة، وذلك للمشاركة في اجتماع جدة المقرر انعقاده الاثنين، إلا أن الحكومة السعودية التي تستضيف الأمانة العامة للمنظمة في جدة وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية. وحتى الساعات الأخيرة قبل عقد هذا الاجتماع امتنعت عن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيرانية. صحيفة تشرين السورية اهتمت بالشأن الإيراني وأشارت أيضا إلى أن إيران تجدد استعدادها لدعم العراق. الصحيفة ذكرت في تفاصيل ما نشرت بأن إيران جددت التأكيد على استعدادها لتقديم الدعم للعراق وحكومة وشعبا في مواجهة المشكلات التي يعاني منها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي بحسب ما نقلت عنه الدائرة العامة للإعلام في الوزارة إن إيران وفي ظل الظروف التي تواجهها الحكومة والشعب العراقي الصديق فإنها على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم لتدليل المشكلات التي يعاني منها العراق وصولا لتحقيق أهدافه السامية. والآن إلى الشأن العالمي. عام
عالميا لا تزال صفقة القرن تلاقي صداها في أروقة الصحف، فصحيفة العرب اللندنية أدرجت بهذا الصدد تحت عنوان صفقة القرن ومشاركة الطرف الثالث. الصحيفة أكدت بأن إعلان ما سمي بصفقة القرن الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام هبط على محور المقاومة كهدية من السماء تلقفها جزار الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان وسوريا بحرارة تفوق حرارة انتصاراتهم الآلهية في مدن وشعاب سوريا وفي زواريب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من تل الزعتر إلى اليرموك، وفي الوقت الذي يواصل فيه المحور عينها جريمة الإبادة الشاملة بحق الشعب السوري شقيق ومحتضن الشعب الفلسطيني وقضيته على مدى ما يقارب القرن من الزمن، الجريمة التي يتابعها اليوم بشكل واسع في إدلب وغربي حلب يمارس إسلامه وأنصاره حق الرد على صفقة القرن. نتنياهو بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي في الساحات ويطلقون الهتافات والشعارات الفارغة وكفى الله المؤمنين القتال. الكاتب جورا آيلاند وفي صحيفة يدعود أحرنوت العبرية تساءل كيف تبدو خطة ترامب مرفوضة إسرائيليا بنحو واقعي استيطاني. الكاتب يتحدث بأنه نشأ في 20 سنة الأخيرة فهم بأنه لا يوجد إلا حل واحد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهو حل الدولتين. يقوم هذا الحل على 5 فرضيات. أولا، سيحل النزاع جغرافيا في المجال الذي بين النهر والبحر. ثانيا، واجب أن تقوم دولة فلسطينية سيادية. ثالثا، غزة والضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من كيان سياسي واحد. رابعا، الحدود بين إسرائيل وفلسطين ستقوم على أساس خطوط 67. وخامسا، لن تبقى مستوطنات إسرائيلية في داخل أراضي الدولة الفلسطينية. هذه الفرضيات 5 خلقت صفر مرونة، كل خطة يحاول أحد ما أن يعرضها كانت مماثلة تقريبا لسابقتها، وفي هذا الوضع نشأت قطبية واضحة بين اليسار الإسرائيلي الذي تبنى مبادئ فكرة الدولتين والفرضيات 5 وبين اليمين الذي عارض. نبقى في السياق ذاته وإلى ما أشار إليه الكاتب منصور المعلى وفي مقال له تحت عنوان خطة إسرائيلية. الكاتب تحدث عن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي سميت بصفقة القرن، هي في جوهرها خطة تقدم بها الطرف الإسرائيلي. لنتابع. خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي سميت صفقة القرن هي في جوهرها خطة تقدم بها الطرف الإسرائيلي. وفي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الممتد نحو قرن كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية خطا أحمر لا يمكن بلوغه إسرائيليا، حيث عملت إسرائيل بكل قوتها على شطب هذا الحلم معتبرة أن أرض فلسطين التاريخية هي أرض إسرائيل والتي لا يمكن أن تكون أرضاً لشعبين أو تضم دولة أخرى إلى جوار الكيان الإسرائيلي. تتشابه الخطة الإسرائيلية إلى حد كبير مع خطة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان للسلام 1982 والتي نصت على دولة فلسطينية مستقلة متصلة على أراض من الضفة الغربية وقطاع غزة، ونصت على أن أمن إسرائيل أولوية مع تحديد المناطق التي ستحتفظ بها لحماية أمنها من دون العودة إلى حدود 4 يونيو/1967، والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وعاصمة فلسطينية في ضواحي القدس الشرقية وتنسيق مع الأردن لبقاء الأماكن المقدسة مفتوحة للجميع. وجاءت تداعيات إعلان الصفقة بالتأكيد مهمة جدا، وأولها أنها كشفت المأزق الإسرائيلي وجوديا فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل في ظل فشل مشروع تهديم البنية الفلسطينية وشرعية وجودها وحقوقها الوطنية، إضافة إلى مأزق إسرائيل تجاه خياراتها السياسية في ظل التحولات الكبرى دوليا وإقليميا. وعلى المستوى الآخر، بدأ الحديث الفلسطيني عن تجاوز الانقسام
وعن وحدة الصف الفلسطيني، معطوفا ذلك على تراجع الأدوار العربية والإقليمية التي كانت توظف القضية الفلسطينية تاريخيا، سواء في عهد الانتداب أو في ظل صراع الرجعية العربية مع التيارات التقدمية أو الصراع ما بين محوري الاعتدال العربي والمقاومة. ختاما، في وقت كشفت فيه خطة السلام الإسرائيلية عجز إسرائيل عن إنجاز تسوية تاريخية تمكنها من الاندماج في المنطقة، انفتح الأفق لإنجاز تسوية فلسطينية داخلية تمكن الشعب الفلسطيني من إعادة إنتاج مشروعه الوطني، منسجما مع تعاظم الهم الوطني عربيا خلال العقد الأخير، بفعل انهيار النظام الرسمي العربي، بفعل رياح الربيع العربي. وفي جولتنا أيضا تطرقنا لأبرز الأخبار المنوعة والطريفة التي تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية. يثير فيروس كورونا المستجد في الصين الذعر في قطاع السياحة الآسيوي الذي يزداد اعتماده على تنامي أعداد الزوار الصينيين، على تأشير أو يفرض قيودا عديدة على التأشير للمسافرين من ووهان أين ظهر الفيروس أول مرة، كما أوقفت أغلب شركات الطيران العالمية جميع رحلاتها المباشرة إلى البر الرئيسي في الصين، وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي الجمعة من انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الذعر. نحو 250 سيارة وقرابة 700 مشارك من 80 دولة حول العالم انطلقوا في سباق رالي بدأ مؤخرا من العاصمة المجرية بودابست لنشاهد. نحو 250 سيارة وقرابة 700 مشارك من 80 دولة حول العالم انطلقوا في سباق رالي بدأ مؤخرا من العاصمة المجرية بودابست. السباق الخيري الذي يضم هواة هذا النوع من الرياضات سيأخذهم في رحلة تمتد ل17 يوما تبدأ من المجر مرورا بسلوفينيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ثم المغرب وموريتانيا والسنغال قبل أن ينتهي بهم المطاف في سيراليون، لتكون نسخة هذا العام هي الأطول والأصعب حسب ما يقول المنظمون. وتختلف نقطة النهاية للسباق في كل عام عن الذي قبله، لكن وبالرغم من أن النسخة هذا العام اسمها رالي بودابست باماكو إلا أنها تحولت إلى سيراليون لكونها أكثر أمانا من باماكو عاصمة مالي. ومول الفعالية في عام 2005 رجل الأعمال المجري أندراش جالسابو الذي كان يرغب في إقامة سباق رالي أكثر سهولة وملائمة من رالي دكار. تعتبر فعالية بودابست باماكو سباقا ورحلة في آن معا، فهناك تصنيف لسباق وآخر لرحلة وثالث للتحديات الخاصة في هذا السباق الذي يمتد لنحو 10,000 كيلومتر. لدينا سيارات من نوع سوزوكي وداشا القديمة ورينوت وينجو، كما تشارك سيارات لادا الروسية أيضا، لذا فلدينا إطار واسع يضم أشياء عدة. ويجمع رالي بودابست باماكو هذا العام الأموال والتجهيزات لجمعيات ومؤسسات خيرية محلية. كاتا هوبر إحدى المشاركات قالت إنها تعتقد أن المتسابقين الرجال عادة لا يضلون طريقهم كما يفعلنهن مع استخدام نظام الجي بي إس، إلى جانب كون الرجال يتوقفون لفترات أقل من أجل قضاء الحاجة. وتشترط الفعالية على السيارات المشاركة أن تكون مرخصة قانونيا، لكن لا توجد قواعد بعينها تضبط السباق، وعلى السائقين أن يستكملوا مراحله اليومية، كما يمكن لفريق فشل في استكمال مرحلة ما أن يبقى مشاركا في السباق.
والآن إلى فقرة الكاريكاتير وما حاز اهتمام الصحف لهذا الصباح. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.